جاست كوز موبايل واخيرا نزلت. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. كانت تنزل النسخة الرسمية للعبة الموبايل جاست كويز، اكو اجزاء هواي لها 1 2 3 4. تعرفوا اللعبة، ما يحتاج الى شرح، يعني ما يحتاج اقولكم شنو هي. هذا اللي شيت من السماء ويسوي مهمات، بس خلينا نشوف نسخة الموبايل شلونها. اوكي، كله طيران ومهمات وهاي السوالف. طبعا نزلت حاليا، رابط بالوصف. تمام، طبعا حجم اللعبة كبير جدا، يعني ظليت انا يوم كامل احمل بها على هذا النت العاول بالعراق. اوكي، السيرفرات حاليا اسيا بس. اوكي اصدقائي، هنا طبعا الشخصية تقدرون تسوون هيك هيك. طبعا شكل الشخصية الطبيعية، هنا عندك شخصيات، هنا عندك البنية. اوكي، البنات طبعا هنا اكو ملابس هم تختلف، كذلك للرجال. الاسم اوكي، قصة هنا طبعا النسخة تعتبر بيتا عشان البداية. ها هو البطل اللي انا اختاريته. اوكي، انهزم هنا، طفرت. هو يعني عرف شغلة وصار يعني شغلة سرية عرفها وانهزم. هي ارادت تقتل المديرة، جابت الحرس عليه من التفاصيل. فهنا احتمال راح نشيد، خلينا نقول اسكيب، ما اريد اتفرج استعراضات هواي. اوكي، هاي البداية. ها ها ها، ابو الازرق شيد، انا هاي شخصيتي، قوموا ازرق سن. حلو، اوكي، منا اروح منا ومنا، والكاميرا تمام. طبعا انا يمكن اول يوتيوبر عربي جرب هاي النسخة مال الموبايل، قبل كان ينزلون تسريبات. زي سوين ننزل تريننج، اقول له خروج. منا يفتح المظلة، طبعا هذا تدريب، اقول له خروج. اي هذا تدريب، ما اريده. طبعا تدريب شباب. اوكي، هنا بدا الجيم بلاي كانه بالمناسبة هاي هي نسخة الموبايل، التصوير من الاعلى، بس انا شفت بها استعراضات. بين طبعا نسخة البي سي لا، شخصية مثل جي تي اي، كانه دا تلعب جي تي اي 3 او 4 الفي، بس هنا تصوير من الاعلى، حرامات يعني. هذا اللي ضوجني صراحة باللعبة، بس خلينا نجربها نشوفها. قفز ورمي منه، تمام. شنو هنا؟ السلق، ها الحبال. حلو، هاي من يقفز او يحاول يغير مكانه، تمام. هاي عبارة عن تدريب. اوكي، خلينا نشوف شنو هسه. هذول اعداء وياي؟ لا والله عدو. هاي قناة تفجرها هنا، حالة حال باقي الالعاب، من يصير التصوير من الاعلى وتقاتل. طيب لازم البطل يقتل. اوكي، فهنا يقول لك اذا شنو هنا؟ طيران يمكن هنا، مو هاي لازم لي فوق. وين صعدت؟ سيارة هنا مدرعة. اوكي، اطلع قبال.
صعدة وياهم ولا؟ أوكي، إيش حيصير هنا؟ نزلني، قال لي دوس هاي وانزل. فالمدرع ضربت السيارة، واو. أوكي. أنا قلت لكم لعبة بها استعراضات قوية، بس مو هالاستعراضات لا. تمام، هنا المهمات طبعا هاي الجانبية. فليت لا شلون هفجرها؟ عندي هاي مثل البازوكة، حدد باو صوب حول على الرشاشة. تمام، الهدية أول يوم جون كلان أو أسوي كلان، أنا أقول له جوين أي كلان حاليا. 1 Chapter 1 The First ما أدري شنو. أوكي، أكو حبل برجلي، شنو هذا؟ ما أدري هذا يقدر واحد يتشلب بيه ويلحقني، ما أعرف ليش هيجي نسخة الموبايل مسويها، ليش تصوير من الأعلى؟ طبعا هنا يقول لك دوس الباراشوت افتح حتى أطير، وين أروح لازم؟ على اتجاه السهم. أوكي، نزل الباراشوت. توك وذ هيم. هلو. هنا يقولوا لي دمر وسوي هدم اي شيء، هنا المهم هدم. دول مين نقتلهم؟ هي عصابات يعني دي يسوون منظمات، فاحنا لازم نوقف شغلهم بهاي المهمة الاولى، والباقي ما اعرف ايش حيصير صراحة. اذا يا اصدقائي لا تنسون باللايك والاشتراك المزيد. ها هي لعبة Just Cause Mobile، تبنيت التصوير مثل GTA بس هذا اللي طلع ويا اللعبة. طبعا حجمها كبير، كلش كبير حجمها، راح تلقون معلومات بالوصف والرابط همينه بالوصف. كان معكم علي العراقي، ونشوفكم في حلقات قادمة، وتحياتي. شوي اقدر اسوي زوم، هيك شوية يقدر يسوي زوم اللاعب. تمام، هاي هسه اكتشفته بالاخير.